عليكم يوتيوب. السلام عليكم لا فامي ديال حكيم لا ماجيسيان الثانيه. اول حاجه توحشكم بزاف وتوحشت انني نصور لكم فيديو جديد. والموضوع جينا في هذا الفيديو هذا او في هذه الحلقه هذه واللي هو المشكل ديال العضله النائمه. كل نهار كتجيني بزاف ديال الاسئله حول المشكل ديال العضله النائمه وقررت باش انني نعطيكم افضل ثلاث ديال الطرق ونصائح للتخلص من هذا المشكل. غير ما تنسيش واحد الحاجه، دير ريجيم وتابوني في القناه وخدمي الخاصيه ديال الجرس. ويلا بينا نتعرفوا على النصيحه الاولى. النصيحه الاولى واللي هو تمرين السكوات. الا كنتي كتعتمدي على تمرين السكوات باش تخلصي من المشكل ديال العضله النائمه، هذا غلط. تمرين السكوات او القرفصه فاش كتخدميه ما كتستهدفيش العضله النائمه، ولكن العكس كتزيد تبيني المشكل ديال العضله النائمه. تمرين السكوات رغم الفائده ديالو كيستهدف الجزء السفلي بالكامل، وحتى الى ركزتي عليه بزاف وكثرتي منه كيزيد يبين لك المشكل ديال العضله النائمه. داكشي علاش حاولي انك تنوعي في التمارين ديالك. النصيحه الثانيه، حاولي انك تنظمي البرنامج الغذائي ديالك. حاولي انك تركزي على الوجبات اللي كتحتوي على نسبه البروتين عالي مع الكربوهيدرات والدهون الطبيعيه، وحاولي انك تجنبي الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه، فهي كتفسد لك الشكل المثالي ديال الجسم ديالك. وحتى الزيوت المصنعه، اي شيء طايب في الزيت حاولي انك تجنبيه، فهذا الشيء ما كيخليش الدوره الدمويه في الجسم ديالك تكون بواحد الشكل مزيان، ومع ذلك ما كيخليش انه تراكم الدهون في الجسم ديالك تكون متوازيه. وبالتالي ملي تناولي بحال هاد الوجبات هادو، مباشرة أي وجبة خديتيها ولو كان فيها شيء مفيد ما كيمشيش لهاد المنطقة هادي، وتتبقى عندك المشكل ديال الدهون ما كتفرغش في الجسم ديالك مزيان، وكيخلي المشكل ديال العضلة النائمة. النصيحة الثالثة، حاولي أنك تبقاي تشربي الماء بزاف من سبب الأسباب اللي كيأديو للعضلة النائمة، واللي هو نقص الماء في الجسم تيأدي إلى الجفاف وعدم توازن الدهون في الجسم. لذلك بقيت تشربي الماء بزاف باش انك تقدي الدوره الدمويه ديالك، والجسم ديالك يكون فيه الماء مزيان بواحد النسبه جيده، والدهون توزع في الجسم ديالك بواحد الطريقه مثاليه. وحاولي انك باش تعرفي بانه الماء فاش كتطلعي من النسبه ديالو كيقاد لك حتى نسبه الهرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي. الا تيكون الهرمون الاستروجين طالع في الجسم تعطيك المناطق الانثويه بارزه، وكتحسي بانك انتيا بفورما انثويه. العكس الا كان عندك الهرمون الاستروجين ناقص غادي تجيك بزاف ديال المشاكل. اخيرا اهم نقطه واهم نصيحه، حاولي انك تركزي على التصرفات ديالك خلال اليوم. حاولي تركزي على طريقه ديال الجلوس ديالك، فطريقه الجلوس مهمه جدا. حاولي ما تجلسيش وانتيا معوجه، حاولي تجلسي بوضعيه صحيحه وسليمه. طريقه الجلوس الخاطئه كتؤدي لعدم توازن الشكل المؤخره. كاينين بزاف ديال السيدات كيكون عندهم واحد المشكل ديال العضله النائمه غير في واحد الجهه، هذا مشكل ديال طريقه الجلوس بشكل خاطئ. كتكون وحده ماشي بحال الاخرى، يعني الشكل المؤخره للجهه اليمين ماشي بحال الجهه اليسار، وهذا الشيء كيرجع لطريقه ديال الجلوس. الا كنتي انت كتعاني من المشكل ديال العضله النائمه ومستعده باش انك تخدمي على راسك وتقادي الشكل ديال الجسم ديالك، انا مستعد باش انني نقاد لك برنامج خاص للجزء السفلي ديالك ونعاونك حتى تخلصي من المشكل ديال العضله النائمه. غادي نخلي لكم الرابط في الوصف ديال الفيديو، غادي تدخلي ليه وغادي تعمري المعلومات التاليه: الاسم ديالك، شحال في عمرك، شحال في الوزن ديالك، وشحال في الطول ديالك. الثمن باش غادي نقاد لك البرنامج الخاص بك جد مناسب، ما غاليش بزاف. وغادي ناخذ جميع المعلومات اللي عطيتيني وغادي نصمم لك برنامج غذائي، حميه غذائيه. امتى خاصك تريني، امتى ما خاصكش تريني، افضل تمارين اللي خاصك تقومي بهم لجميع الجزء السفلي ديالك، جدول التمارين الاسبوعي، وكل شيء هادشي على شكل فيديوهات. وانا غادي نشرح لك هادشي، والبرنامج الخاص غادي يبقى عندك مدى الحياه، يعني غادي نصممو لك وغادي يبقى عندك ديما. داك الثمن اللي غادي تخلصي به البرنامج غتخلصي فقط مره واحده. وكان هذا هو الفيديو ديالنا في هذه الحصه هذه. اي سؤال كان عندكم ما فهمتوش قولوا لي في الكومنتير. نتلاقاو في فيديو جديد، ما تنساوش انكم ديروا زين وتابوناو في القناه وخدموا الخاصيه ديال الجرس
باش نبقى نوصلكم كل جديد. وكان معكم حكيم لوجيسيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش انكم تتابعوني على حسابي الانستغرام باش نزيدو نتعرفوا اكثر على بعضياتنا ونعرف المشكل اللي كتعانيوا منه. وكما قلت لكم اي حاجه كتعجبكم خليوها لي في كومونتير. السلام عليكم، حكيم لوجيسيان بو.